الله الرحمن الرحيم. بداية نستدرك ما تبقى من أيام مباركة إن شاء الله من هذا الشهر الفضيل، نجدد التبريكات والتهاني للقيادة ولشعب الإمارات والأخوة. طبعا حلقتنا اليوم حلقة استكمالية للحلقة السابقة، هو موضوع الساعة في دولة الإمارات اللي هو الدفع للإمام في قطاع الصناعة كرافد اقتصادي للناتج المحلي في دولة الإمارات. موضوعنا اليوم سيتركز على قضية القطاعات الصناعية المستهدفة لرواد الأعمال